في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطوراً هائلاً في مختلف المجالات التكنولوجية، يعاني القطاع الصحي في العراق بشكل عام وفي محافظة الديوانية تحديداً مشاكل متعددة، بدءاً من نقص المعدات الطبية المتطورة وصولاً إلى تراجع البنية التحتية الصحية. هذه التحديات تقف حائلاً أمام إمكانية تقديم خدمات صحية تلبي احتياجات المواطنين. مواكبة التطور الحاصل في مجال العلوم الطبية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في عدة مجالات في الطب، من حيث تطبيقاته في علم الأمراض، تطبيقاته في الأرشيف الإلكتروني للمرضى، في متابعة حالات المرضى، في العمليات الجراحية، وأيضا في كيفية إعطاء العلاجات. حيث يتم المشاركة بين والنقاش بين الباحثين والأكاديميين والسادة الأطباء لغرض إدخال ما هو جديد في علم الطب من ذكاء صناعي وتطورات حديثة واستخدام أجهزة طبية تقنية حديثة في العمليات الجراحية وفي التشخيص المبكر. ويرى المعنيون في القطاع الصحي إن الحل لا يكمن فقط في توفير الأجهزة والمعدات، بل يتطلب ثورة تكنولوجية شاملة. تلك الثورة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول متقدمة والاستفادة من تجاربها في تطوير الواقع الصحي. التقدم الطبي بالعراق بصراحة نحتاج ثورة تكنولوجية. عندنا عوامل بشرية، ثروة من العوامل البشرية، ولكن نحتاج إلى العوامل التكنولوجية، نحتاج إلى التدريب، إلى فتح آفاق، إلى فتح تعاون بين مؤسساتنا ومؤسسات البرة بهاي الفترة المظلمة اللي كنا بيها معزولين عن العالم الخارجي. وفي ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، باتت الحاجة ماسة إلى تحرك جاد يضع البلاد في مسار التحول الرقمي الصحي بما يتماشى مع التطورات العالمية، ويقلص الفجوة المتزايدة بين القطاع الصحي في العراق والدول الأخرى. من الديوانية معتز العبودي، زاكروس تي في.